كالثمن بالنازرات محقا. السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة علال من الجزائر. في هذا الفيديو باش نشوفوا متشردين ولكن موهوبين، واكثر موهبة اللي باش تشوفوها لي مبني هنا الفيديو الشخص الفرنسي متشرد ولكن حافظ النشيد الوطني الجزائري والمغربي والتونسي وحتى المصري. ندخلوا نشوفوا هذه المواهب ومرحبا بكم، ما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الاخير ودعمونا باللايك. شوفوا الاشياء بسيطة اللي راهو يعزف عليها ولكن موهبة الزيلة إنسان له يا سلام. مازال ابدع في وسط الفيديو، الناس كامل حبسوا يتفرجوا. واو اميزينغ. يا سلام، واو يا سلام، اشياء بسيطة ولكن ابداع موهبة. والله يعلق ويصفق، موهبة خطيرة. الأشياء اللي يعزف عليها بسيطة جدا من أبسط ما يمكن، ولكن عندما تكون الموهبة ما تعجز على ولا شيء إنك تنجح بأي طريقة ولا أخرى. هذا هو الفرنسي. لسيرمون كالثمن بالنازرات محقات، والدماء زاكية وتحريرات، والبنود لافية شافقات، وفي الجبال شامخات وشاحقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات، لعكنا العزمة تحيا الجزائري، فاشهدوا فايزون تيموان، فاشهدوا تقهروا. ليجيبت مصري، بلادي لك حبي وفؤادي، بلادي لك حبي وفؤادي. ماروكان من بتاء الأحرار، مشرقاء الأنوار، منتدى سدادي وحما، دومت منتدى وحما. اي ابخي تي كوني كو ابخي؟ تونسي فاز تونسي. الحومة الحما، يا الحومات الحما، حلوم لمجد الزمن. صراحة هذا الانسان خطير بيتمعنا كلمة، حافظ النشيد الوطني الجزائري المغربي والتونسي والمصري. تحية لي كبيرة وتحية لخوتنا كاملين راهم يشاهدوا فينا. هذا في امريكا. هذا منتشر في غنية قال لك من اجل الحصول على Sex, how you doing there? Guys, I'm saying for food now, you know? Oh my God. But you look good. I'm not gonna even ask you about that. But I tell you, I like you. I tell you, I like you. Look at you. It's your friend. Yeah. You look like Nicki Minaj, girl. You know you got a million dollars. You got a million Nicki Minaj, yo. Oh, Lord. I'm gonna give you some change. You ain't even got no okay, fuck. Okay, I mean, you want me to sing something for you? Gonna give me sing something? For me. You gonna sing for me? Let me see what I'll sing for you. What you wanna hear me sing? Something special for me. Something special. I wanna hear Mary J. Blige.
وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى عجبكم الفيديو، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، ومرحبا بكم والدار داركم. صراحة شعارنا كالعادة خليك متفائل وما كاين غير الحب، ونتمنى عجبكم الفيديو كما قلت لكم. والمزيد من طلبكم فيديوهات ابعثوا لي على الانستغرام، مرحبا بكم في الانستغرام، ابعثوا لي كل فيديوهات اللي تحبوا نديروا عليها ردة فعل. ونتمنى ممكن اني نخمم انني ندير سلسلة نسميها سلسلة متشردين ولكن موهبين، لانه الموهبة كي تكون عندك الموهبة مش لازم تكون عندك امكانيات كبيرة، مش لازم تكون عندك اموال كبيرة لانك تكون موهوب. الا كنت موهوب راح تكون موهوب، لان موهبة ربانية، ما تعطاش الموهبة وما تشتراش بالمال. يعني الموهبة تكون ربانية، انت تسقلها باش تكون نجم او باش تخليها عندك وتقدر تكون نجم في الشارع كما شفنا هادو الناس صفقولهم، ناس تجمعوا بهم، ناس يعطوا لهم اموال. كاين ناس موهوبين عندهم مواهب خطيرة جدا، تشوفهم في اوروبا ولا في اي مكان في الشارع، يعني يعزفون وياخذون يعني اموال بسيطة وقليلة جدا، ولكن هما ببالهم مرتاحين في هذاك الشكل ومرتاحين في هذاك الشيء. يعني وكان هذوك الناس يأطروهم وانو باش ينجحوا راح يكونوا نجوم عالميين ونجوم كبار، وسمعنا منهم وشفنا كثير من الفيديوهات انه الناس اصوات رهيبه جدا ومواهب خطيره جدا، كما شفتوا معنا في هذا الفيديو الاخ اللي كان يعزف هذاك الاشياء اللي كان دايره به، اشياء بسيطه وخرده نوعا ما، ولكن الموهبه خطيره جدا. انا نتوقع لو كانت امامه اله حديده موسيقيه لو كان نطقها باتم معنى كلمه وسمعنا يعني احلى ما يمكن، ولكن رغم ذلك سمعنا شيء جميل ورائع جدا. تحيه لكم كبيره، نتمنى لكم لا فيديو ما كاين غير الحب. السلام عليكم، بيس الله.